الحاج السلام عليكم، انت من سكان هذه المنطقه؟ لي منطقتي يقول حي عيا طميل، عيا طميل تبع البلديه بدايه المنصوره ولاية برج بارليش. نعم. هذا النخيل اللي غرسوه واش راك تشوف فيه انت؟ غير موجب شرعي، يعني كون هذا النخلات دارهم ازرق خضراء كيما هذه فخدموا لنا طريق ووسعونا في طريق، تبارك الله بك. هذون انا نعتبرهم اختلاس املاك الدول. راي كل الشجرة قالك تكلف بين 6 ملايين 7 ملايين. والو يتكلف غير بمليون، تتكلف بمليون، نعتبرها اختلاس. بارك الله فيك ان شاء الله. السلام عليكم خوتي، انا ما كنتم وحيثم وجدتم، السلام عليكم بدون استثناء. كما راكم تشوفوا هذا الحي هذه في منصوره بلديه منصوره ولايه برج بارليج. كما راكم تشوفوا يعني هذه هي النخيل اللي زرعوها في شهر اعتقد شهر رمضان الماضي. يعني بلاصه يعني ما تستاهلش ان تغرس فيها هكذا اشجار نخيل وهكذا. يعني فلا يوجد خبير فلاحي واحد من أجاز زراعة هذا النوع من النخيل في بيئة مناخية غير صحراوية. وهذا النخل ماشي نتاع تزيين كالفينيكس فيليفيرا أو الكاليفورنيا أو الواشنطنية. يعني راكم تشوفوا يعني هكذا لكم تعليق. المفروض في بيئة كما هذه لو غرسوا أشجار الصنوبر بأنواعه، أشجار توت، أشجار الكريتوس، يعني تكون ملائمة لهذه البيئة. البيئة هذه النخل هذا ما يصلحش في هذه الأماكن، حتى في الجزائر العاصمة ما يصلحش، لأن النخل وجد في بيئة غير بيئة الجزائر العاصمة أو المناطق الأخرى في البيئة الصحراوية. هذا صرا له كي الحوت تخرجوا من البحر يموت. ياريت هذه الأشجار هذه استعملوها في أشياء أخرى، أشجار مفيدة، أشجار ملائمة. وزيد هذا المبالغ اللي مش حابش أصرفوا عليها بلا فايدة، يا ريت هذا المبالغ يعني المالية الضخمة استعملت في حوايج مفيدة للمواطن. الناس راهي ما تشربش الماء، كاين الناس مشاكل الطريق ماشي مخدمة، كاين أحياء بدون إنارة. يعني الآن المال العام هذا أصبح يهدر، يعني لماذا؟ أين هي مسؤولية هذا المسؤولين؟ يعني بين قوسين المسؤولين، هذو يحبوا البلاد ولا يحبوا دراهم البلاد؟ خوتنا لكم التعليق، والله يهدي ما خلق ولكم التعليق. ان شاء الله ربي يجيب لنا ناس مصلحين يحبوا البلاد من اجل خدمه البلاد والعباد. امين امين خوتي. وفي الصوره الغريبه راك تشوف يعني الكهرباء راهي لاصقه في الليل في النخله هذه، في النهار تكون نخله وفي الليل تولي اناره. يعني ولكم التعليق فهموني في هذه الظاهره. راك تشوفوا النخل في الليل تزين بالاناره. راك تشوف يا اخويا ولينا كاليفورنيا. تحياتي، السلام عليكم.